ليش قاعدة لحالك؟ متضايقة يا ماما، متضايقة. جمانة انحكمت بالسجن، جمانة بريئة، ما حدا عم يقبل يصدقها، ما حدا بده يساعدها. في رجال دخل لعندها ليلة الجريمة وقتل جوزها والتهمة لزقت فيها. جمانة انحكمت وسرا دفن معها، وأنا عاجزة يا أمي. هذا الشعور عم يخنقني، مخنوقة مخنوقة. يا أمي، إذا هي ما ساعدت حالها، ما في حدا بالكون بيقدر يساعدها. الرجال اللي دخل لعندها وقتل جوزها وانتهمت هي بالجريمة، وينه؟ ومين هو؟ لا تخافي يا حبيبتي، لا تخافي. إذا في عدل بهالحياة، الحقيقة رح تنكشف. عدل؟ انتي عم تقولي عدل ماما؟ ليش في عدل اصلا؟ طلعي حواليك منيح. نحنا مثلا يلي صار فينا هذا اسمه عدل؟ قدنا انظلم ما في، ما عاد بدنا عدل، بدنا الظلم يتوزع علينا بعدل. وكتر خير الله. هاي نجيب مي. امتى؟ اي ساعة؟ في داعي استشير المحامي تبعي؟ اوكي، يعطيك العافية. شو صار؟ طالبيني كشاهد بمحاكمة جمانة. طب في حدا من الجيران كمان مطلوب ولا بس انت؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. وتعيشوا ليلتها. عم بكتب قصة فيلم. بعدني بأول. مش مهم الحيطان يكفوا، المهم أنا يبقى عندي أيام حتى أقدر كفي. إذا صدر فيه الحكم كفي عني. بوعدك ما رح أخفي كلماتك، وبوعدك رح طلعهم للضوء. آخر كلمة قالت لي إياها، قالت لي أنا بريئة وما قتلته. كانت شركة الليالي الباردة والمعتمة، كنا ناكل من نفس الصحن، الأكل اللي خلينا عايشين. جمانة، شركتني الظلم والعذاب، بس هي كانت أقوى مني. ولا يوم صرخت، يمكن لأنها كانت عارفة إنه ما حدا حيسمعها أو حيرد عليها. أنا عم بحكي لك إنه المحامي خبرني الجلسة الجاية النطق بالحكم، وأنتِ عم تحكي لي عنها. مين هي؟ جوليا. مين جوليا؟ جوليا اللي حكموها على جريمة هي مرتكبتها. شو هدول؟ هيدي قصة جوليا. وعدت إني طلعها معي عضة.
ليه عم تعطيني اياهم لي؟ لاني خايفه. من شو خايفه؟ خايفه موت وتموت معي القصه.